صباح، مرحبا بكم من جديد. 8:23 دقيقة مستمعي مشاهدي كابا فام، نتناول مع بعضنا أبرز عناوين صحفنا الوطنية الصادرة بتاريخ اليوم. لا بداية تكون مع الشروق بالبنط العريض في العيون متاعها، نلقى اللي في الصفحة 12 بعد الكشف عن شبكات لسرقة الدراجات والسيارات، ملاحقة عصابات إجرامية وتورط مهربين، هذا اللي تلقاه في الصفحة 12. كذلك اختارت انها تحكي على الشهيد اسماعيل هنية في الصفحة 7 وكذلك في الصفحة 5. وكذلك نرجع لآخر المواضيع الوطنية اللي هي سباق الرئاسية، حسم الملفات آخر الأسبوع، 16 مطلب ترشح لسباق الرئاسية، هذا تلقاه في الصفحة 10 في ذات الموضوع تقريبا. متواصلين زادة في آخر الأخبار فيما يخص المترشحين، نحتار عبير موسي اشتكتها هيئة الانتخابات، 2 سجنا لعبير موسي، هذا في الصفحة 12. الأخبار التي ولت ما تغيبش حتى ترفع على الإعلام، ولت الناس الكل تحكي عليها، ولت الناس كليكا تحيرت برشا. الاحتجاجات تعرفوا عليهش؟ على الماء، الناس بلا ماء، نحكيو على آلاف السكان في بنزرت بلا ماء. الخبر هذا تلقاه في الصفحة 14. وكان نعاود زادة نرجع لكم للشروق البارح، نستسمحك هنا زادة في شروق تقريبا الشروق إلى الصباح زادة باش نلقاو نفس الخبر تقريبا، خبر آخر على الماء. فوالا في جندوبة، في جندوبة في الشروق، ما كان ما خانتنيش الذاكرة وما خانتنيش الذاكرة، جندوبة أمس زادة حكاو في الشروق على 250 عائلة في وادي مليز تستغيث عطشا. اللي احنا كي نوليو نلقاو في تقريبا في كل يوم نفس العنوان، ولكن في ولاية جديدة، في معتمدية جديدة، في ناس تستغيث، نحكيه على ألاف، نحكيه على مئات الأشخاص، مناش نحكيه على 10 و20 ولا عائلة وإلا قرية وإلا لا لا لا، رانا نحكيه على كمية كبيرة من العبيد اللي اليوم الإعلام ولا يحكي عليها. علاش؟ على خاطر كنا قبل نسمع بعبيد ما عندهاش الماء، أوكي يقول لك القرية الفلانية ما فيهاش الماء، قرية تلقاها فيها 100-200 شخص كي تبدأ قرية صغيرة، ولكن اليوم نحكيه على ألاف، راهو معناها موضوع كبير، موضوع لازم يتم التحقيق فيه والبحث فيه. وكان ما لقيتوش زاد حل، شوفوا حل على خاطر هذه ما فيهاش الحكاية. نزلنا مش نتواصل، وهذا الخبر اللي كنت نقول لكم فيه تقاو في الصفحة 14، الصفحة 11، الأراضي الدولية 195 مليار ديون شركات الأحياء، هذا في الصفحة 11. أخبار الرياضة اليوم اختارت أنها تحكي على أولمبياد باريس، الجندوبي لإنقاذ الحلم التونسي، والنادي الصفاقسي والترجي كذلك يترأسوا الأخبار في الرياضية في الشروق. نتواصلوا مع الصباح، إذا نمر إلى الصباح في عدد الصادر بتاريخ 4/7/2024. اليوم اختارت انها تحكي على تونسيين بالخارج، اليوم قوة اقتراح قادرة وفاعلة ويمكنهم تقديم المزيد للوطن، هذا تلقاوه كذلك في الصباح. من بعد نرجو نحكيه بعد غلق أجل الترشح، 17 مترشح للرئاسية في انتظار بت الهيئة في ملفاتهم، وفما أجل طبعا لهذا الكل في الصفحة 3. قد مصر شوية للصفحة 4، نجلة العبروجو للصباح، 283 بطاقة اعتماد ملاحظ منحتها هيئة الانتخابات ومطالب قيد الدراسة، هذا في الصفحة 4. في ذات الصفحة ركود بعد سيطرة الأحزاب خارج اللعبة الانتخابات، خارج لعبة الانتخابات على جميع المستويات. ذات الموضوع نحكيه على التغطية للانتخابات الرئاسية، برشا يسألوا برشا بالأخص صحفيين يسألوا كيفاش باش تتم التغطية، من باش يراقب عملية التغطية والمراقبة، نقابة الصحفيين والرابطة ومجلس الصحافة يصدرون وثيقتهم التوجيهية للصحفيين اللي باش يقوموا بالتغطية. سفر اليابان بتونس في الصفحة 8، منحة يابانية بقيمة 80 مليون دينار باش يبنيوا زوز محطات للطاقة الشمسية. الأخبار الثقافية اليوم تترأسها درة زروق، البارح شفناها الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا بالأخص اللي يتصفح في الانستغرام، شفنا تصور درة في أول تجربة لها كمخرجة ومنتجة، نتمنى لها طبعا التوفيق وكل التوفيق. الأخبار الرياضية تلقاها من الصفحة 14، تتواصل معكم على امتداد 3 صفحات من الصفحة 14 15 و16. ختاما مع الصباح في الافتتاحية بقلم سفيان رجب،
الشاب سفيان اللي اختار انه يحكي على الترشحات للانتخابات الرئاسيه. نوجه له تحيه كبيره وادعوكم بكل حب لقراءه الافتتاحيه في الصباح. نمر اذا الى المغرب. المغرب كذلك اختارت عنوانها الابرز باش نقدموه: الصحافه والاعلام في زمن الانتخابات، من يحمي حق الجمهور من الحقيقه. في الحقيقه فوالا الانتخابات الرئاسيه غلق باب الترشحات اذا 17 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسيه، هذا اللي جاء في العيون في المغرب. نمر الى الصحافه اليوم. الصحافه اليوم اختارت انها تحكي كذلك في نفس الموضوع اللي هو الحقيقه حديثنا الناس الكل، الناس الكل حتى كي نقعد ونحكي فلان قدم المطلب نتاعو، فما الحكايه فهذه، فما المشكل هذه. نحكيو كان على الانتخابات، نحكيو كان على الاستحقاق الرئاسي اليوم، انطلاق البت في ملفات الترشح للاستحقاق الرئاسي، 4 أيام لفرز الترشحات الجديه بين قوسين الجديه طبعا. هذا تقريبا العنوان الأبرز فيما يخص آخر تحركات الحكومة خلال جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة. إقرار توفير الاعتمادات لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة. الخبر ذي صدقوني قعدت قديش لحكاية 300 حافلة، قعدت قديش وانا نحاول كل مرة نشوف مسؤول يحب يتدخل ما لقيتش، نشوف نائب ينجمش يتدخل يفسر لنا ما لقيتش، شكون ينجم يجاوبني على حكاية 300 حافلة وقتاش بربي كان فيما مسؤول يسمع فينا ما يسالش، خاطر اللي نكلمه يقول لي باهي وما بعد ما عادش يرجع لي. وحتى فريق الاعداد تلقاه مشكل كبير شويه زاد في الموضوع. قولوا لنا وقتاش وقداش كلفت كل كار، ما نطالبين شيء، نحبوا نفهموا فقط، نحبوا نفهموا. وقتاش باش يكونوا 300 حافله؟ على خاطر حسب اخر مره تصريح شفت من مسؤول في وزاره النقل قال اللي هي يا يكون اخر العام هذا يا اول العام الجاي. يعني قداش كلفه الكار باش تتكلف، وقتاش زاد باش تجي كل كار، وشنو هي نوعيتهم الكيران هذوما؟ حاجه بسيطه برشا طالبينها بالاخص بعد ما سمعنا اللي هي بصفه مستعجله باش تهبط. دونك هذا خبر يفرحنا وينجم كان يفرحنا، اما ماذا بينا زاد نفهموا الحكايه اكثر باكثر تفاصيلها. يتم نشرها اليوم على الموقع الالكتروني. نحكيو على تعرف لنتائج الدوره الاخيره للتوجيه الجامعي اليوم، الدوره الاخيره دونك اللي باش ان شاء الله الناس الكل يعرفوا فين باش يكونوا، وان شاء الله بالتوفيق لكم في المسار الدراسي كاملا، وان شاء الله تلقاو خدم زاد، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. متواصلين معاكم احنا شوي اخر باش نحكيو باش نحكيو مع سي العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامه المروريه. على شنو باش نحكيو؟ نرجع شويه عنا مديده ما عرفناش الاحصائيات بخصوص اسم الله عليكم حوادث المرور في تونس بالاخص في 2024. نعرفوا اللي ولينا نحكيو على صيفيه باهيه، صيفيه مزيانه فيها ارتفاع للصيفة، فيها ارتفاع للعائدات السياحية. وقاية الأخبار سامحوني خذيت لكم دقيقة من وقاية الأخبار تدسويت.